قناة أخبار النجوم. إذا عجبكم الفيديو يا ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد وشاركونا بالتعليقات. ابن الذوات منذ طفولته بعدما تركته أمه في سن الرضاعة، والذي كان يتنبأ له بمستقبل مشرق نظرا لثراء والده، ولكن النصيب والحظ لم يقفا بجانبه ليجعل مستقبله داخل أربع جدران بالسجن مليء بالندم والحسرة على ما فعله بوالده صباح يوم الاثنين 4 فبراير 2019. ابن الزوات عمره 24 سنة، عاطل، ابن مهندس زراعي، ملأ قلبه بركان الغضب عندما تشاجر مع والده عدة مرات، فقام بذبحه بطريقة بشعة تقشعر لها الأبدان بسلاح أبيض سكين داخل شقة بعقار بحي السويسري بمدينة نصر بعد تناوله جرعة من الاستروكس. أهل مصر انتقلت لمسرح الجريمة وكشف شهود العيان كواليس الجريمة التي خلقت الحزن والغضب في قلوب أهل المنطقة. كان قرفنا بكلابه ومشاكله مع والده وأهالي المنطقة. بهذه الكلمات بدأ عبد المبدئ 58 سنة مدير عام بالتربية والتعليم جار المجني عليه أثناء حديثه لأهل مصر أن الولد كان غير محترم بكل المقاييس، يتعاطى المواد المخدرة بشتى أنواعها منذ طفولته، وأن والده المجني عليه رجل ذو خلق عظيم يعمل مهندسا زراعيا بوزارة الزراعة، رجل ثري كان بيأكله الشهد وجايب له سيارة BMW ولم يحرمه من شيء، ولكن الظاهر أن ذلك كان سببا في فساده واستغلال كل ما يوفره له والده في تعاطي الاستروكس وغيره من المواد المخدرة والاتجار بها. يستكمل عبد المبدي في صباح يوم الاثنين، دخل الجاني على والده داخل الشقة سكنه وبيده سكين وقام بذبحه، وبعدما فعل فعلته البشعة توجه إلى حماته ليقول لها أنا ذبحت أبويا. فعندما سمعت حماته تلك الكلمات قامت مفزوعة، ثم فكرت قليلا وقالت له أعطني مفتاح الشقة لغي أراه، وبالفعل أعطاها مفتاح الشقة فأخذته بسرعة وتوجهت لباب شقتها حتى تغلقه عليه وتقوم بحبسه. وبعدما فعلت ذلك بالفعل توجهت لقسم شرطة أول مدينة نصر لتقوم بإبلاغ ما فعله زوج ابنتها في والده. وبعدما أبلغت حماته الشرطة على الفور توجهت قوة أمنية لمحل البلاغ وتم التأكد من صحته وتم القبض عليه. وبعدما وضعت في يده كلبشات الشرطة توجهت الحما وبنتها اللي هي زوجة الجاني إلى زيارتها داخل قسم الشرطة حتى لا تبين أنها هي التي قامت بإبلاغ الشرطة عنه. ويضيف صديق الجاني الشهير بكوماندو 29 سنة أن الابن المتهم كان يتعاطى المخدرات أمام الناس دون أن يخجل من أحد، ويقوم بترويج المخدرات على شباب المنطقة وأنه يحدث الكثير من المشاكل من غير سبب، حتى أنه في يوم من الأيام شب بينه وبين جزار في المنطقة تشاجرا بسبب إيجار محل ملك والده، وأسفر عن إصابته بجرح كبير يتسع لعشر غرس مستطردا المخدرات كلت دماغه. فقبل ارتكاب جريمة والده قام بتكسير زجاج سيارته بالكامل، وعندما سأله المرة لماذا تفعل ذلك قال له عشان نسيت مفتاح العربية وعايز أطلعه. كما أضاف كوماندو أن الجاني إنسان مشاغب منذ طفولته حتى أنه تم سجنه في قضية عقوبة بعدما تم ضبطه مع قاصرات. وبعدها بعدة سنين قام بحرق شقة وهو رفقة اثنين من أصدقائه في الإسماعيلية وتم ضبطهم وحبسهم لمدة 3 سنين. وبعد القبض عليه ومواجهته أمام طارق الدسوقي محاون مباحث قسم شرطة أول مدينة نصر أدلى المتهم بقتل والده باعترافات تفصيلية عن كيفية قتل المجني عليه، وأنه لا يصدق نفسه بإنهاء حياة والده ويشعر بالندم الشديد، مشيرا إلى أنه مدمن مخدرات ويتعاطى مخدر الاستروكس. وأضاف المتهم أن يوم الحادث شهد مشادة كلامية بينه وبين والده داخل شقته بسبب معاتبة والده له على تعاطي المخدرات واعتياده الحصول على أموال
مما دفعه للاعتداء على والده حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، ولكن لم يقصد قتله قائلا: مش مصدق إني قتلته. وهنا اليوم السابع نشرت الخبر المتهم بقتل والده بمدينة نصر: أنا مدمن استروكس ومش مصدق إني موتته. وهنشوف مشكلة تانية دلوقتي. أمام محكمة الأسرة في المنشية بمحافظة الإسكندرية يقف المواطن سين 31 سنة على وجهه ملامح الحزن، أصيب بخيبة أمل بعد 12 ساعة فقط من زواجه، وهو يصرخ ويروي بحرقة الأمر الذي دفعه لرفع دعوى طلاق ضد زوجته بعد ساعات من ليلة العمر التي يحلم بها كل رجل. وحكى أنه لم يتخيل يوما أن يقف أمام المحكمة، مؤكدا أنها جذبته إليها بملامحها وتفاصيلها الفاتنة وجسدها المتناسق والذي يحلم به كل شاب، وأصبح الوصول لقلبها حلم سعى إليه على مدار 24 شهرا من خطوبته. وأضاف الشاب الذي رفع دعوى خلع ضد زوجته بعد 12 ساعة من ليلة الدخلة للوطن أن حفل الزفاف انتهى بعد منتصف الليل، وتوجه لمنزل الزوجية وفوجئ بهمس زوجته له في أذنه تطلب منه بعدم غضبه منها لأي سبب من الأسباب، وسألها عن سبب ذلك الطلب الغريب في ذلك التوقيت، فأخبرته أنه بدون أي سبب ولكنها تحبه وتخشى على زعله، فوعدها وهو يبتسم ولم يخطر على باله الأمر الذي تحتفظ به، وأكد أنه بعد دخوله معيش الزوجية والفرحة والسعادة تغمره بأنها أصبحت ملكه وتحقق زواجهما، ولكن سرعان ما تركته ودخلت غرفة النوم وأغلقتها بالمفتاح بحجة خجلها منه، فانتظر لدقائق حتى فتحت الباب له وخرجت عليه، ولاحظت أن بعض المناطق بجسدها زادت نحافتها بشكل ملحوظ. وعندما سألها عن ذلك أجابته أنه تأثير إرهاق تجهيزات ما قبل الزفاف، وروى اللحظات الأخيرة قبل اكتشافه الأمر أنه بعد اقترابه منها حاول ضمها تجاهه واحتضانها، وكانت الصدمة الكبرى بالنسبة له أنها فلات بحسب قوله، وأشار إلى أنه لا يوجد بها أي مقومات للأنوثة، وشعر وكأنه يحضن ابن شقيقته ذات ال10 سنوات. وكانت الصدمة الأكبر في إجابتها أنها حاولت مرارا الذهاب للأطباء حتى تزيد من أنوثتها، ولكنها فشلت واضطرت إلى ارتداء ملابس مبطنة بالإسفنج. وإليكم الآن بنات وعرائس، قبل وبعد المكياج فعلا فرق شاسع، ومش أي حد يقدر يعمل مكياج، وآخر 10 سيفاجئنكم.